نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من انباء بشان اشتراط وثيقه تامين رعايه المسافر اعاده المواطن المصري من رحلته بالخارج لتلقي العلاج بالمستشفيات المصريه بدلا من علاجه بمستشفيات دوله الاصابه. وقد قام المركز بالتواصل مع الهيئه العامه للرقابه الماليه والتي نفت تلك الانباء موضحه ان وثيقه تامين رعايه المسافر تستهدف توفير مظله تامينيه تقدم المساعده الفوريه للمصريين المسافرين للخارج في حاله تعرض اي منهم لاي حادث عرضي او مرض طارئ اثناء رحله السفر